صفة ترحيبي بقدوم خالد رتله قلبي وتنطق به لساني والضيوف الحاضرين وكل وافد مرحبا يحمل عظيمة المعاني في تخرج فايز الغالي وقايد ابعث اشواقي مع كل امتناني حققوا في صبرهم كل الفوايد في العلا طيبه لتحقيق الاماني في العلا طيبه لتحقيق الاماني بالعزيمة والمهارة والتفاني فايز اللي بالعلا هو رقم واحد ابن حمص للمعالي له مكاني قايد اللي نفتخر فيه ابن حامد صارع المهلة سنة طول الزماني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني من قبيله كلهم رشيد العز فيهم شي ثاني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني هم كرام القوم والتاريخ شاهد صيتهم فالناس يوصل للعناني ما يطاول قدرهم فاشل وحاسد ما يساوي مجدهم حاقد وشاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني الف مبروك التخرج في تواجد من يحبوكم على مر الزماني مرحبا ترحيبي يبقى دوم خالد غنت له قلبي وتنطق به لساني مرحبا ترحيبي يبقى دوم خالد غنت له قلبي وتنطق به لساني والضيوف الحاضرين وكل وافد مرحبا يحمل عظيمة المعاني في تخرج فايز الغالي وقايد ابعث اشواقي مع كل امتناني حققوا في صبرهم كل الفوايد في العلا طيبه لتحقيق الاماني في العلا طيبه لتحقيق الاماني اكملوا تعليمهم والله شاهد بالعزيمه والمهاره والتفاني اكملوا تعليمهم والله شاهد بالعزيمه والمهاره والتفاني فايز اللي بالعلا هو رقم واحد ابن حمص للمعالي له مكاني قايد اللي نفتخر فيه ابن حامد صارع المهله سنه طول الزماني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شي ثاني هم كرام القوم والتاريخ شاهد صيتهم فالناس يوصل للعناني ما يطاول قدرهم فاشل وحاسد ما يساوي مجدهم حاقد وشاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني الف مبروك التخرج في تواجد من يحبوكم على مر الزماني مرحبا ترحيبي يبقى دوم خالد غنت له قلبي